الحلقة دي خلينا نكمل موضوع الحلقة اللي فاتت اللي كان اسمها يجرح ويعصب، واكتشفنا ان الله لا يجرح ويعصب. طيب تعال نسأل مع بعض سؤال، ايه يا ترى السبب اللي حصل مع ايوب؟ لو جيت بصيت في ايوب سفر ايوب اصحاح واحد هتلاقي انه زي ما يكون الله سلم ايوب للشيطان، والله بيقول للشيطان هو ذا كل ما له في يدك. لكن لما تيجي ترجع للاصل بتاعها بيقول هو he is already in your hand. معناها ايه؟ معناها انه بالفعل بالفعل هو في يدك، مش انا بسلمه ليدك، لكن هو بالفعل في يدك وفي الحيز بتاعك. طيب لو جينا بصينا ايه الاسباب اللي حصلت وخلت ايوب يدخل في الموضوع ده، هنسمع الكلام ده من بق ايوب نفسه، او هو اللي قال الكلام ده بنفسه. هو قال ارتعابا ارتعبت فاتاني، فهو الحاجه اللي خاف منها او حطها في افكاره وخاف منها حصلت ليه. طب بيعلمنا انه الانسان كما شعر في نفسه هكذا هو، فاللي خاف منه ايوب حصل له، او زي اللي بنقوله بالايام دي اللي بيخاف من حاجه او بيخاف من عفريت بيطلع له. حاجه تانية هلاقي ان ايوب بيقول في الاخر انه بسمع الاذن قد سمعت عنك، اما الان قد رأتك عيني. فالكتاب بيعلمنا انه ايوب كان مجرد سامع كلمات لكن اختبر ده. لو جيت بصيت تشوف ايوب قال امتى الكلمات دي، ايوب قالها قبل ما حكته ترجع له. اول ما قال الكلام ده واول ما اعلن ايمانه في حمايه الرب رجع له كل اللي اتسلب منه، وده كان سبب اللي حصل مع ايوب، انه شعر في نفسه او فكر في نفسه او خاف من الموضوع فحط نفسه بخوفه في حيز ابليس فحصل معاه المشاكل دي. بنفس الطريقه لو انت بتخاف من حاجه معينه انت بتحط نفسك في حيز انه ممكن الحاجه دي تحصل، لكن الحل بتاعها انك توقف الخوف ده وتصدق في حمايه الرب ليك، وبتصدق وبتامن اللي بتقوله الكلمه عنك وعن الحمايه بتاعتك. علشان تعرف اكتر عن موضوع ايوب، علشان تفهم اكتر عن ازاي تسلك بالكلمة وعن الحماية الالهية، ادخل على موقعنا واسمع تعليم كتير جدا عن الموضوع ده.